السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بيان، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. ودائما مع سلسله حلويات عيد الفطر المبارك، اليوم جيت وجبت معايا وصفه حلوه بنوات كوكو، تجي بزاف هايله، ولا اللي نقولوا عليها حلوه القطيفه. جبتها لكم بطريقتي ان شاء الله تعجبكم، تجي ما شاء الله. نبداو على بركه الله في المقادير. عندنا 250 غرام مارغرين تكون طريه، لازم تكون طريه باش تساعدكم في الخدمه. عندنا نص كاس تاع المايزينا، نص كاس تاع السكر ناعم، نصف كاس تاع الزيت، عندنا بيضه كامله، عندنا باكي خميره كيميائيه من وزن 10 غرام، وعندنا لافاني والقريصه تاع الملح اللي ضروريه. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. انا كالعاده نخدم في البيتخا، ما نقدرش نخدم بيدي، بالنسبه للناس اللي تقول لي تخدمي بزاف في البيتخا، عندي بروبليم في يدي ما نقدرش نعجن بزاف. المهم البنات دوك بعد المقادير نبداو في طريقه التحضير ان شاء الله. هنا البنات راني درت المارغرين، نزيد القريصه تاع الملح هكذا، لهنا نزيدو ملعقه تاع لافاني، انا ندير جوج مغارف باسكو نحب ريحه لافاني، ونزيدو الكاس تاع نص كاس تاع سكر غلاس، ونديروهم يتخلطوا تري تري بيان. هنا بعد اللي تخلطوا لنا شويه هذوك الزبده والسكر، نزيدو عليهم نص كاس تاع الزيت هكذا. وهنا المرحله تاع الزيت لازم تخدموها مليح باش الزيت ما يخرج لكمش من العجينه. هنا اللي ما عندهاش الباتور تخدم بالفوي، مي تخدموه برك مليح. الزيت لازم يدخل مليح مع الزبده والسكر، نزيدو نخلوه يتخلط شويه ومن بعد نكملوا الطريقه كيف كيف. لهنا البنات كي تخدم لنا الزيت بيان، شوفوا لاباط هذيك لاكريم كيفاش راهي. لهنا نزيدو حبيبات على البيض ونزيدو نخلطو الحبيبه تاع البيض ديالنا بيان، ومن بعد تيك نكملو كامل المقادير ان شاء الله. ودوكا تيك نزيدو نص كاس تاع المايزينا بعد اللي تخلطنا هذاك البيض بيان. هنا تقعد لنا الفارينه والخميره، دوكا نبدل هذا الفوي باش نخدم المايزينا هذه. هنا بديت نضيف الفارينه ونديرو الكيس تاع خميره كيميائيه، ونطمو لاباط ديالنا حتى نتحصلوا على عجينه تكون ما تلزقش في اليد. دوك نطمها ان شاء الله، نعاود نرجع ليكم نوري لكم القوام تاع لاباط كيفاش يجي، ونقول لكم شحال دات لي تقريبا من كاس. انا البنات راني طميت لاباط ديالي، تدي لكم تقريبا واحد الخمسه كيسان بالتقريب. انا نمد لكم وانتم ديروا غير بالعقل وشوفوا. المهم كي تطمن لكم العجينه هاي ليك تولي ما تلصقش في اليد، صافي حبسوا لها وما تيبسوهاش بزاف. انا راهي زادت شربت لي، خليتها طريه على هكا، تجيكم شويه مبسه، تجي يعني تحسوها مبسه بزاف، مي ما تخافوها ما والو، نخدموها غير بالعقل. هذا الكاطو يجي طري، يجي يذوب في الفم. دوك انا نوجد الساشي ونوجد الحلال وطواب الطابع ونرجع لكم. هنا البنات راني فتحت هدرت نصف الكميه والنص غطيته بساشي. هنا باش تساعدكم الخدمه ديروا ساشي من التحت هايليك وساشي من الفوق، تخدموها تجيكم هايله. والحواش الا تشقوا لكم ما تخافوهم، ديروا لهم هكا هكا يتسقموا لكم. هنا خيروا الطابع اللي حبيتوه، انا بالك ندير قلب مانيش عارفه، دوك نديسيدي ونعاود نرجع لكم. البنات جيت راح نستعمل هذا القلب، جاني كبير بزاف، شوفوا شحال كبير. صافي استعملت هذا تاع المقروط، نحيت له هذا المول واستعملته. هاوليك جاونا جاوني شابين هاوليك هكذا، شوفوا شحال تجينا الطريقه سهله هكا. دوك نديرهم كامل في السنيوه، المهم البنات انا نكمل كامل الكميه ديالي ونرجع لكم. لهنا راني كملت السنيوه الاولى، راح ندخلها لفوق الطيب، نديرها على 160 درجه، نخليها برك تحمر لي من التحت، من الفوق نخلوها هكا بيضه ما نحمروهاش بزاف. دوك انايا راني ندير السنيوه، مازالت لي نصف الكميه تاع لاباط، نكملهم ونرجع لكم ان شاء الله بعد نطيب كامل الحلوه ديالي، نوري لكم طريقه التزيين. لهنا البنات هاي ليك الكونتيتي اللي قطعتها لي هاد الحلوه، هنا قطعت لي تقريبا قريب 40 حبه يجوا متلاصقين. هنا انا يا الحبيبه درتها صغيره، شوفوا ماشي كبيره بزاف، شوفوا مع يدي هايديك، انا حبيتها هكذا صغيره، ما نحبش الكاطو يجي كامل كبير، نحب حبه صغيره حبه كبيره.
لهنا تاني تكون تخدمت هاد القطو حبيت نوريه لكم. سابلي سامبل تاع زمان. هاوليك هايليك انا نحب هاد الشكل تاع بكري. هنا تزينوه باش حبيتو، انا راح نزينوه بال عفوا تلصقوه باش حبيتو، انا فضلت اني نلصقو بالكونفيتور. هاوليك نديرو له شويه تاع الكونفيتور هنايا، نديرو غير بالمغرفه ما نديرو لا بالبانسو لا والو. هايليك مانيش عارفه الحبه اللي رفدتها من الاول. هايليك هايليك يعني هاد القاطو هي تبقى كامل الحلوه كيف كيف، يعني ماشي من هذاك القاطو اللي تتخسر لا فورم ديالها ولا. هايليك دوكا تيك انا نكمل كامل هاد الكونتيتي نلصقها، كي نلصقها نوري لكم باش راح نزينها من الفوق. لهنا البنات هايليك بعد اللي لصقت كامل هذيك الحلوه ديالي، هنا راح نوري لكم باش راح نرمدوها. استناو ندني دقيقه. هنا واش عندي؟ عندي كاس ونص تاع لانوات كوكو. هايليك عندي كاس ونص، هنا نورمالمون كان يديروها محمصه مي انا ما حبيتهاش محمصه، حبيتها هكذايا. واش نزيدوا عليها؟ نزيدوا عليها مغرف كبيره تاع الكاكاو. هايليك مغرف كبيره، نزيد شويه باسكو ما عمروها مليح مغرف، خيروا الكاكاو البني. هنا نزيدوا نديروا عليها هاد اللي يحلوا بها الحليب تويسكو ولا كاين بزاف لي مارك. هنا نزيدو نديرو حوالي زوج مغارف معمرين مليح، شوفو هكذا بسم الله وحده. هنا درت زوج مغارف معمرين مليح ونخلطو هاد الميلونج ديالنا هكذا حتى نتحصلو على لون يكون كامل كيف كيف هكذا. هنايا هاوليك بعد لي خلطتو بيان كيفاش جا. هاوليك دوكا تيك باش نديرو المعجون، واش نسحقو؟ نسحقو كمية تاع المعجون اللي حبيتوها نتوما هكذا، ونخفوه بشوية تاع الماء زهر باش يجينا شوية خفيف هكذا. هنا نبداو نديرو هذاك المعجون اللي درناه، نمسحو كامل بالبانسو هكذا ونمسحو بيان سوغ الطرف هكذا. ومن بعد نرمدوه في هذيك لانوات كوكو اللي درتها معاكم. هاد القاطو يجي بزاف شباب، يجي بنين. هنايا هايليك الحبه ديالنا الشكل ديالها كيفاش جا. انا نكمل كامل الكونتيتي اللي عندي ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. اذا حبيباتي هذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم، حلوه جد جد بسيطه وحلوه جافه. توالم الاعياد من خل نديرو هكا حلوه جافه باش نقدروا نشربوا بها قهوه حليب في صبيحه العيد. شوفوا شحال جا الشكل تاعها بزاف شباب. انا القلب ديالي اللي درت به ماشي باين مليح، نتوما لو كان ديروها قلب يكون شباب الطابع تخرج لكم طب. هذه هي الوصفه تاعنا، راني فتحت لكم البنات حبيبه هنا باش تشوفوها هايليك من الداخل. لصقناها بالمعجون، تقدروا تلصقوها بالتوفيا كيما تحبوا. هايليك شنوري لكم الطراوه ديالها كيفاش، شوفوا شوفوا تجدوا في الفم. هايليك شوفوا دي ما شاء الله، ان شاء الله تجربوها. حطيتها لكم، ما حبيتش نديرها في الكيسات باسكو مازال ما نديرهمش انا حتى نكون حتى صبحت العيد باش تقعد الحلوه هكاك جديده، وهذوك الكيسات ما يتزيتوليش. قولكم حبيباتي ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. قولكم تهلاو في روحكم وما تنساونيش حبيباتي بالجام. نقولكم انتظروني في فيديو واحد اخر ومع السلامه.